المنتخب اليمني يتقدم. يا الله، يمن سعيد في أرضية الملعب يأتي بهدف أول للتقدم هنا. نعم، الله 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 الله، أنا اليماني صامد عالي مثل اليمن وجباله، أنا ابن سبأ وبلقيس، ابن الجنوب ابن الشمال وابن الشرق اليمن وغربه وشماله. يا الله، هنا المنتخب اليمني يتوج الإبداع، يتوج المتعة، يتوج السيطرة بهدف عصام بعد أن أضاع الأول. تعود الكرة من جديد، الكرة تعود هي مصلحة الدقين، الكرة عادت إلى محمد، محمد مرواني، تسديدة ذكية. الله، عالمي يا محمد، عالمي عالمي يماني. الله 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 يا أسمراني، أسمر يا أسمراني، يود هنا يسعد الجمهور اليماني. الله، قوية نارية ذكية من الأسمراني اللي يسعد الجمهور اليماني، ثاني الأهداف. يا الله عليك، يا عيني عليك، أسمر أسمر، نعم نعم نعم، يحق لك الفرحة. تعود الكرة هي مصلحة أنور طريقي، طريقي ملعوبة بشكل سريع، المنتخب اليمني يقدم مباراة جميلة. هنا حمزة، حمزة صرابي، عرضية خطيرة، يا السلام، تسديدة. يا الله، عبد الرحمن يحضر بهدف ثالث ويشعرهم بالأمان. ولد الخضر يخلي اليمن دربة خضر. هنا شوف الكرة، شوف عرضية حمزة، شوف الكنترول. يا عيني يا عيني يا عيني، أهداف يمنية وبماركة عالمية، أهداف يمنية وبماركة خيالية. افرح، نعم، هنا يا الله على منتخب ممتع، منتخب هذا، هذا الرجل قيس محمد صالح. نعم، اي لمسات يا كابتن. رفاعي حكم مساعد ثاني يتواجد، ايضا كذلك فاضل سمهوري حكم مساعد، او الحكم مساعد الاول، والحكم فاضل او خالد خليل الحكم الفلسطيني. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب اليمني، دقيقة وحيدة بوقت بدل ضائع. يا الله، بالأربعة اليمني ما أروع، بالأربعة يضربون. لا 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 لا، خلاص ملينا من 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 ايضا اللاعبين، اعطينا المدرج يا مخرج. شوف الكرة عرضية، يا السلام يا السلام على كرة جميلة من هنا حمزة الصرابي، رأسية ولا اروع من سعيد العولكي، يتوج المجهود بهدف هنا. بالاربعة يضربون بمهرجان اهداف في ارضية الملعب. شوف الجمهور اليمني، شوف شوف شوف، جمهور يقف، نعم، خلفهم يواسرهم بكل صراحة. عندما نقول المتعة مطلبنا والحياد عنو، نسمات البراد ونسمات الشتاء، والكرة تعود على أنسام الشتاء. يا الله، عادل عباس على أنسام الشتاء، حي الشتاء وحي من جابه، حي اليماني، حيوه في أرضية الملعب هنا بأهداف خرافية عالمية. عادل عباس له نصيب الأسد في أرضية الملعب، مستوى هدف، يا عيني على اليسار نحو المسار الصحيح. يا الله، ويا جنون المباراة في أرضية الملعب.